عناوين النشرة: لهيب الفواتير من حرارة الطقس. أكيد حترتفع التسعيرة هذا الشهر، حتتراوح الفاتورة بين 140 ألف و 150 ألف. باخرة الزهراني تغضب الخضر. نحن لسنا بصدد فتح مشكل سياسي. المي مقطوعة والفاتورة رباعية الدفع. ديروا المي خلي يشرب. جديد التأليف: رسائل مشفرة من بري إلى الحريري. هنالك مطلب عند السوريين لا عودة عنه، وهو بحصول توافق أو تطبيع. والحضر تستقبل وهاب الرصاص. ما صنعه التاريخ بين لبنان وسوريا لن تلغيه مجموعة من الصبية مستجدة على السياسة اللبنانية. صباح الخير. غاب المحرومون، لكن أفواج التنمية والتحرير نزلت إلى الأرض مدججة بشؤون الحركة البلدية والاختيارية لرد الضيم عن شرف ادعته في ترحيل الباخرة التركية من شاطئ الغازية إلى فقش الموج عند السواحل الكسروانية. قاد حركة ربطات العنق معاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل، وعند خطوط التوتر العالي قال: لسنا هنا بصدد فتح مشكل سياسي، لكن النبرة تخطت سعة الميجاوات المطلوبة للمناطق المحرومة جنوبا بمعامل لتوليد الطاقة إلى توصيف تأمين ساعات إضافية من الكهرباء بالكذبة الفنية. وقدمت جردة حساب بمفعول رجعي عن سنوات تلت إقرار صفقة البواخر، وكانت أموالها ستضمن بناء معامل توفر الكهرباء 20 عاما إلى الأمام. الرد على خليل جاء من أبي خليل إذ قال: لسنا نحن من نعرقل الموازنات والدفع إلى المتعهدين، ولا يزيدنا أحد علينا في حرصنا على الجنوب. نزل ممثلو حركة المحرومين إلى الأرض مطالبين بالكهرباء، والشعب قاد انتفاضة مضادة افتراضيا لحرمانه حقه في ساعات إضافية من التغذية الكهربائية. لكن من حضر السوق باع واشترى، فكيف إذا كان بائع المولدات رئيس بلدية الغازية محمد غدار هو من تصدر الصف الأول في الوقفة الاحتجاجية وقطع الشك بالتقنين؟ وإذا كان تغيير سجل نفوس الباخرة التركية قد تصدر الحدث، فإن الحكومة المرتقبة لا تزال حتى اللحظة مكتومة القيد، وكل على سفر. الرئيس المكلف ترك هم التأليف وقصد الربوع الباريسية للاحتفال بمناسبة شخصية وعقبال المية، والطرف العقدة حل وثاقه قاصدا راحة نفسية في بلد مجهول الهوية. أما وليد بيك فأوفد تيمور إلى موسكو ليلتقط إشارات العاصمة الروسية فيما ستؤول إليه أوضاع المنطقة وانعكاسها على لبنان، ليبني على المرصد الروسي المقتضى، لكنه أسر في تكريم أحد أصدقائه بما يجول في نفسه من خوف عودة الاغتيالات، طارحا مذكراته للتداول بعيدا من طابع المذكرات الرسمية الناشف. أما ما رصدته الجديد من معلومات عن التأليف فهو استشعار الرئيس نبيه بري عن بعد بمحاولة تطويقه شعبيا بمشكلة الباخرة التركية، وهو يتجه إلى اتهام الحريري بالعرقلة ردا على اصطفاف الترويكا المتمثلة في الحريري جملات جعجع، وتاليا دخوله في أزمة لا ينتشل منها إلا من باب ولادة الحكومة. وفي هذه الأجواء نطق نواب حزب الله بلسان الحليف، فقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: نفخ الأحجام لا يساعد على الإسراع في تأليف الحكومة. لاقاه في موقفه النائب علي فياض بقوله: مخطئ من يظن أن بإمكانه أن يعوم الاصطفافات التقليدية ويعيد البلد إلى انقسام عمودي عميق، وذلك في رد على إيحاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإحياء 14 من آذار بدفع من بعض الدول الخليجية. ولكن هل يحيي الحكيم العظام وهي رميم؟ حركة أمل تعتصم رفضا لجور كهرباء لبنان على مناطق الجنوب وحرمان أهله التغذية الكهربائية.
تهمة إبعاد الباخرة عن الزهراني لا تنكرها حركة أمل، بل ترى فيها شرفاً تدعيه بحسب بيانها، وهي لذلك دعت إلى وقفة احتجاجية اقتصر الحضور فيها على عدد من نواب أمل، وهم علي حسن خليل وإبراهيم عزار وعلي بزي وعلي عسيران وأيوب حميد وعلي خريس ومحمد خواجة وميشيل موسى، ومسؤولون في حركة أمل ورؤساء اتحاد بلديات صور والنبطية وساحل الزهراني. وكانت كلمة للوزير خليل طالب فيها بحل مستدام يقوم على إنشاء معامل ثابتة لتوليد الكهرباء لا بباخرة كهذه. اليوم نحن لازم نعرف أنه دفعنا أكثر من 7 مليار دولار أمريكي من أجل تأمين الكهرباء بواسطة البواخر خلال السنوات الخمس الماضية، وبما يعادل إمكانية بناء معامل بتأمن الكهرباء لكل لبنان. كما تطرق خليل إلى المخالفة التي ارتكبت في مجلس الوزراء في الجلسة التي جرت الموافقة في خلالها على استقدام الباخرة الثالثة والتمديد للباخرتين الحاليتين. نحن لسنا بصدد فتح مشكل سياسي، موقفنا عبرنا عنه بجرأة في مجلس الوزراء، وأعلننا رفضنا للتمديد للبواخر، وأعلننا رفضنا لكل هذه السياسة. صدر القرار خلافاً لما اتفق عليه بأنه هذه الباخرة ستكون مجانية لأول 3 أشهر، بمعنى أنها ستتحول إلى باخرة أمر واقع تبقى كما بقي الذي من قبلها. واللافت في الوقفة حضور رئيس بلدية الغازية محمد غدار، وهو أحد أصحاب المولدات الذين يتهمهم بعض الجنوبيين الغاضبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإبعاد الباخرة عن المنطقة حفاظا على مصلحتهم، بخلاف المشاركين في الوقفة الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم الجنوبيين جميعا. أهل الجنوب طبعا نحن معهم بكل شيء بيغزيلون أو بيأمنوا الكهرباء لأهل الجنوب. الباخرة رفضتها السياسة جنوبا ونقلت نفوسها من الجنوب إلى كسروان، وتبقى الذريعة أنها تضر أكثر مما تدر الكهرباء. وفي هذا الإطار أكد مصدر في كهرباء لبنان لقناة الجديد أن الباخرة لو رست في الزهراني لم يكن عملها سيقتصر على تزويد الجنوب بالكهرباء فحسب، إنما التغذية ستزيد 3 ساعات من خلال الخط 220 في صور والنبطية ومصيلح وصيدا، مروراً بالضاحية الجنوبية وصولاً إلى بعلبك واللبوي والهرمل وعنجر وجب جنين. أما اليوم فإن استقرارها في الذوق حرم كل هذه المناطق لا سيما الضاحية من 3 ساعات إضافية، وانحصر عملها في تزويد الكهرباء للخط 150 لكسروان وجبيل، إضافة إلى جزء من جبل لبنان ولكن بمعدل 40 ميجاوات فقط. أما المستفيد الأكبر فهو كسروان وجبيل، علماً أن نية مؤسسة كهرباء لبنان كان وضعها في الزهراني لإفادة أكبر عدد من اللبنانيين حيث إمكانية التصرف أكبر. أصحاب المولدات للبنانيين استعدوا لفاتورة تعكس حرارة الصيف. في بورصة الأسهم تتحرك الأسعار على أساس واضح قوامه العرض والطلب، وفي لبنان تتحرك فاتورة الاشتراك على أساس واضح أيضاً. طقس الصيف حار جداً ورطب عم بيسيطر على لبنان. أساس قوامه حالة الجو، العلاقة طردية، ترتفع درجات الحرارة فترتفع معها أسعار الاشتراكات، وبات من المسلم به أن تموز هذا العام لن يحل برداً وسلاماً على المواطنين. أكيد حترتفع التسعيرة هذا الشهر نتيجة ارتفاع عدد ساعات القطع. خليه يعرف المواطن عند كل مطلع صيف بده يواجه فاتورة عالية. هذا الشهر حتتراوح الفاتورة بين 140,000 و150,000. مع أن وزارة الطاقة والمياه أصدرت جدولها الشهري الذي يحدد سعر ساعة اشتراك 5 أمبير، إلا أن أصحاب المولدات لن يلتزموا بها. نحن نعتبر تسعيرة وزارة الطاقة مشحفة بحقنا ونرفضها رفضا قاطعا جملة وتفصيلا. أنا حعطيك مثل على ذلك. بشهر أيار كان معدل الوسطي للمازوت 19,300، أصدرت وزارة الطاقة تسعيرة سعر الساعة 403 ليرات. بشهر تموز ارتفع سعر المازوت الوسطي إلى 19,600، يعني بفارق 300 ليرة. قام سعر 338 ليرة لسعر الساعة.
كيف هيك؟ كيف انا بدك ياني التزم اذا بس يطلع المازوت وبتنزل سعر الساعه، وبس ينزل سعر المازوت وبتطلع سعر الساعه؟ بس فهمونا شو عم بصير. لا ينفي اصحاب المولدات توصلهم الى اتفاق مع وزاره الطاقه لتحديد سعر صرف الاشتراك، الا انهم يتهمون الوزير بالتراجع عن هذا الاتفاق. نحن بشهر ايلول صار في اتفاق مع وزاره الطاقه على جدول تسعير، تسعير علمي وتقني، ولكن هلا عند ارتفاع عدد ساعات القطع بالصيف هذا المعيار راح عند وزاره الطاقه. اذا وزير الطاقه ما بده يصير هجمه الناس عليه، يروح يدعم المازوت او يزيد ساعات التغذيه لتنحل هذه المشكله، ما تكون على حساب خنق أصحاب هذا القطاع اللي عم يعطوا كهرباء للناس والتأدية فيهم إلى الإفلاس. كمن ينتظر القدر تطرق كأس فواتير المولدات أبواب المواطنين، ولعل الحل الأمثل إصدار شهادة وفاة لكهرباء لبنان وإصدار وثيقة ولادة لخصخصتها. حسان الرفاعي، قناة الجديد. إذا كانت فاتورة الكهرباء مزدوجة ففاتورة المياه رباعية، موارد لبنان تستنزف وجيوب اللبنانيين تستهدف. ديروا المي خلي يشرب، ديروا المي خلي يشرب، ديروا المي. عندما غنت فيروز أغنيتها عام 62 لم تكن تتصور أن يعطش اللبنانيون يوماً. وحده نصري شمس الدين تنبأ بالأسوأ. قطعت المياه واستفحلت الأزمة سنة بعد أخرى، والحال نفسها منذ عقود. والدولة عم تاخذ منك اشتراك على أساس تعمل لك المي 24 ب 24، اليوم عم تعطيك إياه كل 3 أيام ساعتين. وإذا كان اللبناني يشكو دفع فاتورتي كهرباء فقد فاته أنه يدفع 4 فواتير مياه أحياناً من دون أن يعلم كيف، لا سيما في الصيف، فأسرة متوسطة العدد قد تنفق نحو 300,000 ليرة شهرياً لتوفير المياه على النحو التالي: 150,000 ليرة مياه صهاريج، 50,000 ليرة ثمن جالونات مياه مكررة غالباً ما تستخدم للطبخ، 60,000 بدل عبوات مياه معدنية، ولا ننسى الفاتورة الرابعة وهي الاشتراك السنوي بمياه الدولة المقطوعة أصلا، وتبلغ ما يقارب 320,000 أو ما يعادل 27,000 ليرة شهريا. دولتنا من يوم الاستقلال لهلأ لا حافظت على مصادر المياه الموجودة ينابيع وانهار، ولا من ناحية تانية فتشت على مصادر مياه جوفية جديدة اللي موجودة هي أصلا ولكن ما عم تشتغل فيها، عم تشتغل بس سدو. أنه نبع جعيتا بده حصر من جديد بين جعيتا وبين طبية، عم يصير في هدر 30% من حجم المي اللي بتمرق بشبكات بيروت، وبهذا في حوالي 40% نقص. مثلا العاصمة بيروت في مصادر مياه جديدة جوفية ما بدهم يشتغلوا فيها، ما بدهم يشتغلوا إلا سدود. على نبع المي عيني عطشان. هو استنزاف مزدوج يهدر خيرات لبنان المائية ويستهدف جيوب الناس، يبدأ بسوء التخطيط وينتهي باستغلال التجار للمواطن. لما شفتها ما بتكفي، وكان الله في عون الفقير. نعيم برجاوي، قناة الجديد. الكهرباء مقطوعة بين حلفاء الأمس في الطيار. التوتر العالي يسيطر على مدينة زحل البقاعية. حرب بيانات كهربت الأجواء بين النائب ميشيل ظاهر والمدير العام لكهرباء زحل أسعد نكد، الذي اتهمه ظاهر بالربح غير المشروع، ودعا الزحليين إلى الامتناع عن تسديد فواتيرهم إلى حين تصحيح تسعيرتها، معتبرا أنها الأغلى في لبنان. فردت نقابة عمال كهرباء زحل بالتهديد بالإضراب عن العمل استنكارا للهجوم الذي تتعرض له الشركة. الغلاء الكهرباء الفاحش بقضاء زحل هو اللي عم بيخلي الحركة الاقتصادية تراجع، محلات عم يطلع فواتير عليها بمليون وثلاثة مليون ليرة، سوبر ماركت 4-5 ملايين ليرة. ما في يجي واحد ما عنده المين بموضوع الكهرباء، يعني ما عليه، هذا شيء واضح، يعني حتى النايب ميشيل ظاهر عم بيشرح بغلبة بين كافي أو بين كيلووات وبين، يعني مبين الشغلة. ما عليه شيء، بدنا نحكي الأشياء مثل ما هي. الطريقة شعبوية، كمان شيء ساعتين اليوم صار في عطل بمعمل ماستر شيبس تبع الأستاذ ميشيل ظاهر،
راح فيوز على نص المتر بغزل المعمل تلفنوا من عنده، نحن بأقل من 5 دقائق كنا عنه غيرنا له الفيوز. نحن طبعا عنا كثير اقتناع وشكوك انه طبعا ما في المولدات إلا دور بالموضوع. في احد اصحاب المولدات اللي كثير كان معروف بزحله عم بتردد دائما عند النائب ميشيل داهر، وقبل ما يعلن بيانه الاول بهجوم على كهرباء زحله كان موجود عنده وحكي معه بالفاتوره، يعني او صار في حديث عن الفاتوره. بقى هيدي اول شغله. ثاني شغله، احد النواب الموجودين معه بالمؤتمر معروف انه كان صاحب، كان اكبر اصحاب المولدات بالمنطقه، فاذا ما فينا نفصل الشغلتين عن بعضهم ابدا. اكيد قبل اشهر كان الرجلان ياخذان الانتخابات النيابيه على لائحه واحده، ظاهر يريد وضع يده على شركه الكهرباء. نحن من اشهر كنا كلنا سوا كزحاني وكبقاعيين وكلبنانيين عم نكرم أسعد نكد على الإنجاز اللي عمله واللي كان نموذج يحتذى به بكل المناطق اللبنانية. كهرباء 24-24 بالوقت الدولي كله عاجزة من عشرات السنين عن أنه تأمن الكهرباء 24 ساعة بأي منطقة لبنانية. 32 ألف ليرة قيمة بدل فاتورة شهر تموز 20 أمبير على مدة 24 ساعة. نعيم يخشى الشارع الزحلي أن يفقده متخوفا من عودة مافيات المولدات. أنت كشخص قارن بين غير مناطي وبين زحلة، أنه ليه اليوم بدهم يمنعوا العالم أنه تدفع قليل وتتنعم بكهرباء عم تجي 24 على 24؟ شو الأهداف؟ إذا بتروح شركة الكهرباء اخترابت بيوت العالم. كهرباء زحلة شو ما تعمل أحسن من الموتورات. كنت عم بدفع الخمسة أمبير بثلاث مطاريح 100 دولار 100 دولار 100 دولار، وعاد عن الشركة. هلأ اللي عم بدفعهم بالشركة قد اللي كنت عم بدفعهم يعني بلا الموتور. بلدة علي النهر خير مثال على مدى تميز القرى التي تغذيها شركة كهرباء زحلة. هذه البلدة تغذي جزءا منها الشركة والجزء الآخر يتغذى من شركة كهرباء لبنان. وإليكم الفرق. في فرق كبير. أنا كنت قاعد تحت بالحارة، عندي كمان بيت تحت، يعني يطلع علينا 45-50 ألف 24 ساعة. هون مولد عم يطلع لحاله 50 دولار، مع كهرباء لبنان عم لها 100 ألف تقريبا. نحن كمان بكهرباء زحلة منيح اللي اجت 24 على 24، لشيل عنا هم المولد وفاتورة المولد. لا تحسد زحلة على كونها عروس البقاع ولا على طبيعتها الخلابة أو برودة البردونة، إنما تحسد على خلو مصطلحاتها من عبارة اشتراك أو دولة. وهنالك من رأى في شركة كهرباء زحلة دجاجة تبيض ذهبا وقرر تطبيق المقولة قم لأخذ مكانك. ولادة الحكومة تزداد تعقيدا بعد رسائل الاستياء من بري إلى الحريري واتهامه بالعرقلة. على الرغم من غياب الرئيس المكلف سعد الحريري حتى يوم الاثنين عن ساحة التأليف في عطلة عائلية على الأراضي الفرنسية، إلا أن المستجدات الحكومية تريده برسائل مشفرة صحفيا موجهة من عين التين بمثابة إنذار، مفادها أن بري بات مجبرا على الانحياز إلى محوره القديم في ظل الاصطفاف السياسي المعاد إحيائه بين الحريري وجعجع وجنبلاط. كما نقل زوار عين التين عن بري أنه مستاء كل الاستياء من تأخير ولادة الحكومة، وهو ضمنا يحمل الرئيس المكلف الجزء الأكبر من المسؤولية. كلها رسائل تلقاها الرئيس الحريري. ووفق مصادر مقربة إلى الرئيس المكلف، فإن الرئيس بري يستعجل ولادة الحكومة ويتجه إلى اتهام الحريري بالعرقلة، وذلك بعد استشعار بري بتطويقه من خلال ما يواجهه من ضغط شعبي في منطقة الزهراني نتيجة استبعاد الباخرة التركية الثالثة عن مرفئها، ودخوله في أزمة لا ينتشل منها إلا من باب ولادة الحكومة. أما على صعيد العقد، فأكدت المصادر عينها أن الوزير جبران باسيل أبلغ الحريري عدم اعتراض التيار على إسناد حقيبة الخارجية إلى القوات، وبالتالي أصبحت عقدة القوات بحصولهم على الحقيبة السيادية عند حزب الله، وبذلك دليل على أن لا خرق في جدار المراوحة في حل العقد. العراقيل الظاهرة هي اللي لها علاقة بموضوع عقدة المسيحية مثل ما بيقولوا، أو عقدة الدروز. والحقيقة العلاقتين مربوطين ببعضهم، لأنه اثنيناتهم مربوطين بعقدة واحدة اسمها التلطة معطل، وبالتالي بدنا 11 وزير للتيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية. هنالك مطلب عند السوريين لعودة عنه، وهو بحصول توافق أو تطبيع أو تعاون واضح وشرعي ورسمي ما بين الحكومتين اللبنانية والسورية. وهذا بيعني أنه هذا المفهوم مختلف عن المفهوم اللي قامت عليه التسوية الرئاسية.
هذه المشكلة الآن، وأعتقد أنه في مجال للحل، إلا لأن السعوديين ما بدهم يطبعوا هلأ يطبع لبنان مع الموضوع مع النظام السوري. أما ما هو ظاهر من العقد فلا يخفي المستور، وخصوصا لجهة فتح المعركة الرئاسية مبكرا، وما ورد على لسان الرئيس عون من كلام بأن الحرب المصوبة على وزير الخارجية سببها وجود شخص في رأس السبق إلى رئاسة الجمهورية اسمه جبران باسيل. هذه الحكومة عندما تولد من المفترض أن تذهب، يعني يكون عمرها طويل حتى آخر العهد، ما يعني أنه من يمتلك القدرة الأكبر فيها خلال هذا المسار بيعزز أوراق الربح تبعه وأوراق باتجاه رئاسة الجمهورية. طبعا هذا موجود في حسابات الفرقاء ولو أنه ما حدا بيعلنه. وفي ظل الحروب السياسية، ورقة يتأنى بري في إشهارها بوجه الحريري، وهي الجلسة التشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال التي شطرت المجلس شطرين، منهم من يراها حقا دستوريا فيما يراها آخرون هرطقة دستورية، وإلى حين انفراج العقد المحلية من أبواب الأزمة الإقليمية يبقى التأليف معلقا. رواند أبو خزام، قناة الجديد. في خلال رعايته حفلة تفوق وتقدم ضمن مشروع التحفيز لطلاب المدارس الرسمية في قرى وبلدات اتحاد جبل عامل، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، إذا كان ثمة ما يظن أن بإمكانه أن يعوم الاصطفافات التقليدية ويعيد البلد إلى انقسام عمودي عميق يقسم بين اللبنانيين ويترك تبعاته على الواقع السياسي والاقتصادي في البلد فهو مخطئ، وهذا الأمر ليس فيه مصلحة لأحد. الدولة هي دولتنا جميعا، والمؤسسات هي مؤسساتنا جميعا. نحن نحتاج إلى حكومة بكل بساطة. كل تأخير في تشكيل الحكومة ندفع ثمنه جميعنا. كل تأخير أو تباطؤ أو تلكؤ مهما تكن خلفياته وغاياته وأهدافه، في نهاية المطاف ما حدا عم يكسب من هذه اللعبة. لم يعد من الجائز ولا من المنطقي ولا من العقلاني ولا يصيب المصالح الوطنية بأي نحو من الانحاء أن يراهن البعض والله على تغيرات على المستوى الإقليمي. هذه لعبة بائسة وغير منتجة على المستوى اللبناني. لحتى نطمن الكل، التغيرات على المستوى الإقليمي لصالحنا مش ضدنا، لكن هذا لا يدفعنا للوقوف في مكان نراهن فيه على هذه التغيرات للاستفادة منها على مستوى موازين القوى الداخلية. إذا كان البعض يظن أن بإمكانه أن يعوم الاصطفافات التقليدية ويعيد البلد إلى انقسام عمودي عميق يقسم بين اللبنانيين ويترك هذا الأمر تداعياته على الواقع السياسي وعلى الواقع الاقتصادي بالبلد، أيضا فهو مخطئ. وهاب يدعو أهالي حضر إلى مصالحة برعاية الدولة ويطمئنهم عن أهل السويداء، ويصف من يرفض العلاقات اللبنانية السورية بالصبية المستجدين على السياسة. بزخ من الرصاص استقبلت حضر سوريا رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في زيارة بعد تحرير محافظة القنيطرة وفك الحصار عن البلدة التي تعرضت لأقصى الهجمات، داعيا أهليها بعد الانتصار لتحقيق المصالحة برعاية الدولة. والجيش يقوم بواجباته وأكثر في المنطقة الشرقية، وعندما ينتهي من تنظيف الإرهاب في هذه المناطق سيكون له جولات أخرى. أما بالنسبة للمختطفات فالجيش العربي السوري لن يتركهم، وهو يقوم بكل ما يلزم لتأمين الإفراج عنهم، وإن شاء الله في وقت قريب. ومن راهن على إسقاط سوريا يجب أن يعرف بأن سوريا نعم ستعود أقوى مما كانت بعد الحرب التي واجهتها. تطرق وهاب إلى العلاقة بين لبنان وسوريا التي تسجل نقطة خلافية في لبنان، معتبرا أنه لا يمكن إلا أن تكون علاقة البلد الواحد لما يربط البلدين من مصالح مشتركة. فهناك مجموعة من الصبية الذين لا يفهمون لا التاريخ ولا الجغرافيا، ويتحدثون عن هذه العلاقات إما بجهل وإما لأنهم موظفون عند أطراف تآمرت على سوريا. أقول لهم
ما صنعه الله بين لبنان وسوريا لن تلغيه مجموعة من الصبية مستجدة على السياسة اللبنانية. ومن حضر المحررة من الإرهاب توجه وهاب إلى الرئيس بشار الأسد بالتحية وإلى الجيش العربي السوري والقوات الحليفة من روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية. بعد الفاصل الموزايك يعود ليزين معبد أشمون. أهلا بكم من جديد. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي يزور موسكو كتب عبر حسابه على تويتر: العلاقة مع روسيا تاريخية وثابتة وبناءة، واللقاء مع صديق الحزب وصديق لبنان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس بوتين جاء في هذا السياق وكان إيجابيا وضروريا نظرا للواقع المستجد. جنبلاط الأب يكرم الحاج جميل بيرم في بعقلين. بعد سنوات طويلة من بدء حياته السياسية وبعد مراحل مر فيها لبنان في تاريخه الحديث، كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التي قال إنه سيخص فيها أصدقائه الأوفياء. كلام جنبلاط جاء في خلال تكريم أقامه للحاج جميل بيرم في المكتبة الوطنية في بعقلين في حضور حشد من الشخصيات. ها هي رحلة العمر، رحلة الحياة تشارف على خواتمها، كانت ملطخة بالدم عن قصد أو غير قصد في زمن أتون الحرب أو الحروب التي ابتدأت من عام 1975 إلى عام 1990 دون انقطاع، ثم عادت بالاغتيالات في 2004-2005 وإلى أن انتهت، نتمنى أن تكون انتهت. فكرت بهذه المناسبة أن أعيد تفكير بكتابة مذكراتي أو انطباعاتي، وكنت قد ابتدأت مع الصديق غسان شربل. سأرى إذا كان لي الإرادة الكافية بأن بالتعاون مع غسان طبعا ومع غير غسان بأن أبتعد عن الرواية أو الروايات الرسمية لأدخل في الخواص. هذا وألقيت كلمات أشادت بصفات ومناقبية المكرم. أقام فوج المجوقل في الجيش اللبناني حفل تخريج دورة المجوقل 18 باسم العريف المجند الشهيد عمران عبيد في ثكنة داني حرب في غسطى. قائد الفوج المجوقل العميد الركن جان نهرة ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون نوه في كلمته بجهود المدربين وكفاءة عناصر الدورة، مؤكدا أن قيادة الجيش تضع جميع إمكاناتها لمواصلة الدورات التدريبية في مختلف الاختصاصات بغية ضمان أعلى مستوى من الأداء أثناء تنفيذ المهمات. ودعا العميد نهرة المتخرجين إلى الالتزام برسالة الجندية والوعي لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتخرجين وتقديم درع تذكاري إلى عائلة العريف المجند الشهيد عبيد، كما جرى عرض عسكري وتمارين تدريبية شارك فيها عناصر الدورة المتخرجة. في وقت يشكو فيه المواطن ندرة المسابح الشعبية، بلديتا الفدار وبلاط في قضاء جبيل تصونان مسابح شعبية تستوفي معايير السلامة العامة. زيارة أسرة من 4 أفراد مسبحا في لبنان لا تكلف أقل من 200,000 ليرة لبنانية، وإذا قررت هذه الأسرة قصد شاطئ عام على ندرته لا تدفع رسم دخول، إنما تدفع فاتورة استشفاء باهظة أيضا بسبب مياه الصرف الصحي التي تسبح في الرملة البيضاء على سبيل المثال، أو نتيجة مكبات النفايات التي باتت جارة لمتنفس الفقراء. صورة البلديات المهملة لشواطئها الشعبية هذه رفضتها بلدية الفدار ومعها بلدية بلاط في قضاء جبيل، محولة مساحات غير مستفاد منها إلى شواطئ شعبية مجانية ومدروسة بكل معايير السلامة والنظافة. حرام انه اذا عندك اولاد تنزل على مسبح بتحط نافتك، واذا معاشك محدود. طلعت الفكره
جبنا رخص من وزير الأشغال وجينا عملنا منفس ولاد الفدار بينزلوا بلاش بتسبحوا بلاش بتحمموا بلاش ونحن ما عم ناخذ منهم اي مقابل كله مجاني اذا جاي حدا من بيروت او محل بعيد عندنا مصاريف المتر النجار نعطيهم اجارات ونكلمهم الشباب ناخذ 5000 شيء رمزي للمتلا فيك تقعدي كل النهار انا بشتغل هون متر نجار معينتني البلديه معي شهاده للمتر نجار من وزاره السياحه صراحه هذا البحر جمع كل اهل المنطقه وأهل حلات إذا بدك تقريباً وأنه كل المناطق اللي قريبة على الفدار هالشي كتير منيح أنه أنت خلص يعني ما بتفكر بالموضوع أنا بدي أنزل على البحر بدي أستفيد من الصيفية بالبحر خلص بمشي وبنزل لهونيك هون انبسطنا وكيفنا تدخلي ببلاش أهل الضيعة وأهل الجوار والأسعار مقبولة يعني كأنك عم تشتري من محل قريب عليك يعني مشير دكانة بلدية بلاط التي تشرف على مسبح شعبي للعائلات ستفتتح قريباً مسبحاً آخر مجانياً والشط الثاني هلأ نحن أهلنا رح نستحدث حمامات للعالم وشماسة ومتلويات يعني بدو شغل ونحن كبلدية يعني عم نقيم بهذا المشروع تنسهل أمور العالم نحن بدنا نغير هالطبعة الموجودة يعني لأن العالم بحقلها تنزل على شطوط البحر دعوة مفتوحة إلى كل باحث عن متنفس نظيف لزيارة هذه الشواطئ ودعوة أخرى إلى البلديات كي تسير على خطى مماثلة ليال بوموسى قناة الجديد مشروع جديد يعتمد تقنية غير مسبوقة لتشجيع السياحة والثقافة معا في فأرة في تجربة هي الأولى من نوعها أطلقت في موقع أثار فقرة تقنية دليل الصوتي لمساعدة السياح وإرشادهم في جولاتهم داخل الأماكن الأثرية تتيح هذه التقنية للسياح والزوار رؤية الآثار والاستماع بالمجان إلى شرح مفصل عن حكايا المنطقة بلديتك فردبيان من أول ما استلمت مهمتها حطت خطة استراتيجية للتنمية السياحية ضمن الخطة الاستراتيجية هي تضوية على أثارات فقرة على معابد فقرة الأثرية اللي موجودين هون حطينا خطة نشتغل على فترة سنة مع مديرية الأثار ومع المدارس اللي موجودة بالمنطقة تيحبوا هيدي المنطقة بيصيروا يحموها كل ما منتعلق أكتر بأرضنا وبتراثنا كل ما منصير نحافظ عليها أكتر فضروري هيدا التشبيك ومنحمس كل البلديات اللي عندها أثار وعندها تراث بمناطقها تقدر تشبك مع المواطنين ومع المديريات الأثار والتراث والسياحة 15 رحلة مروية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية محفوظة في ألواح ذكية وموضوعة عند مدخل الأثارات عمل عليها الطلاب صف الأثار من مدرسة غران ليسي بالتعاون مع المديرية العامة للأثار التي أشرفت على دقة المعلومات قبل تسجيلها وواكبت لجنة السياحة في بلدية كفردبيان المشروع لوجستياً وسهلت العمل اللوحات الرقمية هي تقديمة من الغران ليسي فرانكو ليباني فرع الأشرفية لتلاميذ السكوند والتروازيام في صف اسمه صف تراث باتريموان وهني فكروا يعملوا شيء لموقع فقرة واجوا هالمدري العمل الأثار واشتغلنا سوا وفكرنا نعمل أوديو جايدز وقت ما حدا بيجي على الموقع فيه يتعرف على كل المعالم الأثرية ونحن كتير حبزنا هالمشروع لأنه المدرسة هي اجت وكان فكرتها في مواقع أثرية في كل المناطق اللبنانية سو كل مدرسة أو كل جامعة فيها تجي على المديرية العامة الأثار ونشتغل سوا لنقدر نبرز معالمهم لكل ضيعة لكل منطقة المشروع الذي استغرق إنجازه عاماً كاملاً يهدف إلى تحفيز السياحة في المنطقة والسياحة الداخلية بشكل عام في لبنان كيف لا؟ والطلاب هم من يعملون على ترسيخ حكاية التاريخ في أذهان الكبار الذين تناسوا أن السياحة في لبنان كنز وانهمكوا بالتخابط السياسي العقيم هيفاء البنا قناة الجديد أشمون يستعيد موزايك معبده بتمويل أمريكي يستعيد معبد أشمون في صيدا بعضاً من وهج ورونق الموزاييك الذي يغطي أقساماً منه ضمن مشروع ترميم وتأهين لها تقوم به وزارة الثقافة المديرية العامة للأثار بتمويل من صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي وذلك برعاية وحضور وزير الثقافة غطاس خوري والنائبة بهية الحريري والسفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد ومن دواعي الفخر هنا أن نجد الإله أشمون إله الشفاء والحياة المتجددة وسيط السلام عبر التاريخ
الشاب المحبوب قد صار شفيعا للأطفال. هذه الصفات الطيبة لأشمون أراد صندوق السفراء الأمريكيين الحفاظ على هذا التراث أن يساهم في تعزيزه وتجميله ليستمر معلما تراثيا بارزا، وعبره ليستمر لبنان كله إرثا ثقافيا تزدهر فيه السياحة الدينية مثل أنواع السياحات الأخرى. ويتزامن إطلاق هذا المشروع بعد أقل من عام على استعادة وزارة الثقافة وبمساعدة من السفارة الأمريكية منحوتة رخامية قديمة لرأس ثور كان قد عثر عليها في معبد أشمون في خلال أعمال التنقيب التي أجرتها المديرية العامة للأثار عام 67، ثم سرقت من مستودعات تخزين المديرية في جبيل في خلال الحرب الأهلية. بعد الفاصل، مادورو ينجو من طائرات محملة بالمتفجرات. أهلا بكم من جديد. نجا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من محاولة اغتياله مساء السبت بطائرات من دون طيار تحمل متفجرات، وذلك أثناء مشاركته في احتفال عسكري في كاراكاس. واتهم مادورو جارته كولومبيا بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدفه. بحسب رويترز، قال مادورو إن جسما طائرا انفجر أمامه أثناء إلقائه كلمة، ووقع انفجار ضخم في تلك اللحظة، واصفا الأمر بأنه محاولة لاغتياله. وأضاف مادورو إن كل شيء يشير إلى مؤامرة يمينية، وأن التحقيقات المبدئية تشير إلى بوغوتا. ووجه الرئيس الفنزويلي أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وكولومبيا في إثارة أعمال عنف في فنزويلا، مؤكدا أن تحقيقا بدأ على الفور وأنه تم اعتقال بعض الجناة. وكشف أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن العديد من ممولي ومخططي الهجوم الذي وقع يوم السبت يعيشون في ولاية فلوريدا. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية أن عددا من الطائرات المسيرة تحتوي على متفجرات كانت وراء الهجوم، وأن 7 من جنود الحرس الوطني أصيبوا في الحادث بعد انقطاع البث التلفزيوني أثناء كلمة مادورو التي ألقاها في الهواء الطلق أمام استعراض عسكري ضخم. وكانت طائرة واحدة على الأقل محملة بمتفجرات السيفور انفجرت في المنطقة العامة التي وقع فيها الحادث. في سوريا، قتل مدير مركز البحوث العلمية في حماة الدكتور عزيز إسبر في تفجير استهدف سيارته في إحدى قرى مصياف بريف حماة في وقت متأخر من ليل السبت. وأكدت المصادر أن انفجارا استهدف سيارة إسبر الذي لقي حتفه مع سائقه جراء الانفجار. وأشارت صحيفة الوطن السورية إلى احتمال دلوع إسرائيل في الاغتيال. وبرز اسم العالم السوري إسبر خلال السنوات الماضية من ضمن الأسماء التي طالتها العقوبات الأمريكية في سوريا، وسط اتهامات للعالم السوري بالمساهمة في تطوير صواريخ بعيدة المدى. كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر يعمل لإلغاء وضعية مليوني لاجئ فلسطيني في الأمم المتحدة لإسقاط قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات وإلغاء وكالة الأونروا. ونشرت المجلة مضمون رسائل بريدية بين كوشنر وعدد من المسؤولين، بينهم مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وفيها يعبر كوشنر عن ضرورة بذل جهد حقيقي لتعطيل الأونروا، قائلا إنها تديم الستاتيكو القائم ولا تساعد في عملية السلام، وإن هذه الوكالة تديم الوضع الراهن وهي فاسدة وغير فعالة ولا تساعد على السلام، مضيفا لا يمكن أن يكون هدفنا الحفاظ على استقرار الأمور كما هي. ووفق ما نقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، فإن ذلك يأتي في إطار هدف أمريكي أوسع لإسقاط قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات، وكذلك لإلغاء وكالة الأونروا بوصفها السبب الأساسي في استمرار قضية اللاجئين. وإلى الأخبار الفنية مع عمر خداج. سعيدة، بعد افتتاح مهرجانات بيت الدين بأمسيتين عم يطل الفنان زياد الرحباني من جديد في مسرح ذا بالاس الحمراء ليرجع للعاصمة اللبنانية صدى موسيقته يلي اشتقت لها ضواحي بيروت. أما عن حفلتين في البالاس، فعزف زياد مع فرقته يلي سماها ثلاثة، وقدم مزيج من موسيقته مع الفيوجن والجاز واللاتين
والفانك ميوزك. الغناء كان مع لارا رين ونعيمة بالإضافة لسكتشات يلي كانت بتوقيع طارق تميم. ومن المرجح أنه يكونوا بداية لسلسلة من الحفلات يلي رح يقيم الرحباني في المكان ذاته بتعاون وإنتاج مشترك مع الإعلامية رانيا برغوت، ولكن الموضوع بعده غير محسوم. للسنة السادسة على التوالي اعتلى الفنان كاظم الساهر مسرح إهدينيات الدولة واستقبلوا جمهوره من جميع المناطق اللبنانية والدول العربية والاغتراب ليتشاركوا وإهدينيات موعد فني جديد تحول إلى تقليد سنوي. فصدح صوت قيس الغناء العربي من قلب الطبيعة وراقص نجوم سما جبال لبنان من علياقة بإهدن. يشار إلى أنه راعي الحفلات يعود لجمعية حماية وكيدز فيرست، كما أنه المهرجان بيدعم حملة يونيسف. لهون مشاهدينا كوست فقرة فن الخبر لنهيتها، منشوفكن باي باي. وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحة. مرحبا، بداية أخبارنا مع فيديو انتشر بشكل هائل لمذيعة مصرية عم بتقوم باستجواب مراهقين من بعد ما تم القبض عليهم بتهمة تهريب الملابس. تعليقات عديدة رافقت هالمقابلة يلي تمت مشاهدتها من قبل أكثر من 4 ملايين مستخدم. لفت نظرهم وعي الطفل وأجوبته المؤلمة عن واقع الحياة الموجود فيها وكيف بينترك المهربين الكبار وبينمسك يلي عم يجربوا يعيشوا، بمقابل سذاجة المذيعة وحوارها المنفصل عن الواقع. لطال موجة انتقادات واسعة جدا من بعد نصيحة قدمتها لهالأطفال بالعمل بالاستثمار بدل من التهريب. لترد المذيعة وتقول إنها مش نادمة على طريقة حوارها وأنها ما أخطأت بأسئلتها، إلا أنه هالمقابلة وبرغم كل الوجع يلي بتحمله جواها كانت سبب بتبني رجل أعمال مصري لهالأطفال يلي أعلن عبر تويتر عن توكيل محامي للإفراج عنهم وتأمين وظائف لألهم. أنا مش حاسة بالناس. إزاي بتقول كده؟ يعني عايز تقول 50 جنيه توكل 3 بنات توكل أم. طب لو دخلت انا بس شوف الناس، احنا زعلانين على روحنا برضه. يمسك الغلابه اللي زينا، يمسك الغلبان مثلا طلع 150، ما يمسكوش اللي طلع بمليون.
ننتقل ليوتيوب يلي دخلت موضة الستوريز أو ميزة القصص يلي أطلقتها سناب شات ولحقت عليها بقية المنصات ويلي بتحظى بشعبية واسعة جدا لدرجة قررت يوتيوب تفوت بها الموضة وأطلقت قصصها الخاصة يلي يبدو أنها رح تكون مطابقة لميزة الستوريز على إنستغرام، إلا أنه هالميزة بعدها بمراحلها الأولية وما وصلت لجميع المستخدمين. ومن يوتيوب ننتقل لفيديو مؤلم جدا عم ينتشر لسيدة صينية ضحت بحياتها من أجل إنقاذ ولادها من حريق كبير وقع ببيتها، وبيظهر بالفيديو كيف اتجهت السيدة لشرفة البيت واستغاثت بالعالم الموجودين تحت ليساعدوها، وبعد ما كبت شرشف ليحملوا فيه الولاد ألقت أول طفل عندها وبيبلغ 9 سنين ومن ثم طفلة الثانية اللي بيبلغ 3 سنين ولكنها فقدت الوعي قبل ما تقدر تنط هي كمان لتفارق الحياة من بعد ما قدرت تنقذ أطفالها. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز، وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي. كان في النشرة لهيب الفواتير من حرارة الطقس. أكيد حترتفع التسعيرة هذا الشهر، حتتراوح الفاتورة بين 140,000 و150,000. باخرة الزهراني تغضب الخضر. نحن لسنا بصدد فتح مشكل سياسي. المي مقطوعة والفاتورة رباعية الدفع. ديروا المي خلي يشرب. جديد التأليف رسائل مشفرة من بري إلى الحريري. هناك مطلب عند السوريين لا عود عنهم وهو بحصول توافق أو تطبيع. والحضر تستقبل وهاب بالرصاص. ما صنعه التاريخ بين لبنان وسوريا لن تلغيه مجموعة من الصبية مستجدة على السياسة اللبنانية. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.